اه هلا بيبي، انت اول شي سوي هذا لايك، بعدين هذا روحي سوي هذا سبسكرايب، بعدين سنو سوي فعل الجرس، بعدين بالابينو. لا شوفي شنو بايك باصج باصي ايه باصي شوفي حبيبي انا قلت لكم اي شيء البسه لازم يطلع فيه ما قلت اوه سانتا كلو هذا اللي يطلع بموسم غير موسمه هو شنو يطلع بموسم غير موسمه بعد الاحمر لموسم يا ليتني طماطه تبل خلاطه والله بثلاجة محبوب القلب ثلاجة محبوب القلب ولا بصحن زلاطه يا غني عليك قاعد ادلعش الحين قاعد ادلعني عقب ما هذا يما شنو الاشاره خربانه؟ او ليش خربانه؟ روحي للناس يطلعون روحي وقفي. شاخذ واخلي من حالي قومي الناس مشوا. جديد انت. انا يقول لي جديد؟ انت بعد. مو لك جديد مو لي حسيت انه مو لي. بس شي متسبب اي والله متسبب لابسه احمر مو ما ينتهي لا حول ولا قوه الا بالله بس 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 زين خليه اعطيني مجال شنو اعطيك مجال بعد؟ انا كنت بقول انه هني لا كذاب شنو كذاب؟ كل اللي بتقوله كذاب كنت بقول وقف هنا اكصور ما اعرفك والله ظلمتيني كان زين اقدر وطبعك الظلم خلف الله علي خلف الله عليك انا اللي ربيت شنو؟ ولغيري صفيت اللي هو انت؟ 9 اشهر حاطك ببطني سنتين وانت ترضين لا ما عندي ما رضعت انا رضعتي سنتين انا رضعتك سنتين ما قلت انتي رضعتيني سنتين لا انا ما رضعت ليش منو الكريم فينا ويه صلحت رضعتك اكثر مما رضعتيني ما حد قال لك والله كذي هذا احنا يا العيال تيوبونا وهذا تصعبون فينا سنة واحنا سنين واحنا هم ما نطلع من يزاكم يلا الحمد لله لا اطلع الله يخليك اطلع اطلع فكني يرحم والديك اطلع اجر العيال على الله ما نبي منكم شيء ايه ناخذ فيكم وي الله يا ربي هذا كلها ناس طق وهرنات صح؟ ايه طول طريق وناس يطقون هرن انا بعد وي بس ماكو واحد ماكو واحد يطق له هرن اليوم لايف بالليل ها؟ قولي له خلي يطوفنا انت واسطه واسطه اشري له ها انا اقول له يطوفنا اي واسطه واسطه انت اصبر يعني شوفي شوفي الدنيا انا شنو سويت بحياتي شنو سويت انا سترت عليك طوفت سلفه لا قدام لا سترت عليك كانه انا سترت عليك شو مسويه استحي وجهك سترت عليك عشان ما تلبسين هالبدله لا والله ما قلت ان انت ذبحتي ابوي لا حول ولا قوه تميت كاتم هالسر سنين ما تلبسين البدله الحمراء ليش يعني ومردك لبستيها بروحك ما حد صايدك ولا حد شاكك بروحك لبستي البدله الحمراء بسم الله لا ولا قوه الا بالله بسم الله عليك انت بخاطرك يعني انت نتم اعدام سوى لا ولا قوه الا بالله تميت سنين وانا خاش بقلبي عشان ما تلبسين البدله الحمراء وما ردك لبستيها قرادتي يعني ما صادوها لا اجتهاد شخصي هي كذي تبي شنو هذا؟ ابي هذا؟ ايه حق منو هذا بتحطينه ان شاء الله؟ هو شنو حق منو هذا؟ حق ياراتك ان شاء الله بقناه عبد الغني شربت. ويه الله يهداك انا اساسا هذا 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 ب 390 والله نحطينا لهم اياه. يا ان على بالهم بو دينار ونص ويخلون عيالهم يلعبون فيه. حبيبي انا ضد هذا المبدا انه إيه؟ خش الماعين حق الضيوف حقي انا. ابي هذا هذا هذا. ايه هذا.
هذا ب 160 وهذا 185 والله هي أن اللي بتحطي لهم الأكل وبتحطي لهم هذا هذا أغلى منهم. أنت حقك أنت. لا مو حقي يعني أنا ما أكل بهذا. ليش؟ ما عين البلاستيك إيش فيه؟ هو إيه لا ما أحبهم. أهم شيء. حلوها؟ إي والله حلوة. وايد حلوة. إيه. شنو 212 حلوة حق استقبال كاميرا لما تولد لما تيب شنو؟ لما تيب وناي. مانت عليك وعليه وعليها هناكم ما هي 100 فلس نشتري له ب 200 انا ضناي 100 فلس ايه؟ انتي ضناك 100 فلس لا حبيبي كانوا عايزينه وش هناك وي وي هذا ضنا مفتخره فيه اي طبعا مفتخره انا نجح اروح الحين اصعد فوق واحذفني احذفك انت حبيبتي يا بنتي شنو جايبتني تناقرة عشان تجيبين لي هدية شو اسمه هدية غرفتي الجديدة أنا حبيبتي يلا بشي بشي يا حبيبي كان لقيت لي أبي تعالي لقيت لي أبي قبل صرخ بالمجمع تعال تعال شن ها احنا بالسيارة قبل ما ننزل أنا شو ما أصليش إيش تو شو ما أصيني قلت لا تصرخين قدام الناس احنا بالصالحية مو بمجمع النقرة امشي طالع من يعلمك شوي شو من انت ما اعرفها ما اعرفها لا والله تعال مش ياخذ مصحف والله على هالحمر وعلى هالطول سيدة ملعقة ناقصك قفشة على على ظهرك تعلقينها وتمشين لا حطيتك ودبختك هنا اشتعوا عاد انت يمسكونك ناس ولا ها قاعد تصرخين كنا قاعدين ما يبغى بس فضحتنا